الرز والسكر هم اكتر سلعتين مصر عانت من نقصهم على مدار الشهور اللي فاتت، وكان حلم انك تلاقي كيلو منهم حاجة صعبة جدا، ولو لقيتها هيكون سعرها عالي والمواطن مش هيقدر يشتريها. وعلشان كده الدولة اخدت قرارات لزيادة وجودهم في السوق. فيا ترى ايه اللي عملته الحكومة عشان ننتهي من صداع نقص السكر والرز في الاسواق؟ واسعارهم دلوقتي بقت كام؟ بانكير نبض البنوك. الفترة اللي فاتت واللي كانت مصر بتعاني فيها من نقص العملات الأجنبية في الأسواق، واللي بسببها كان عندنا سوق سودة كبيرة جدا، وده في التجارة بالعملات الأجنبية خصوصا الدولار. ووصل سعر الدولار لأرقام تاريخية وغير مسبوقة، ومن هنا جت معاهم أزمة نقص سلع غذائية كتيرة في الأسواق، وكان أهمهم السكر والرز واللي كانوا شبه مش موجودين تماما. ولو صادفت ولقيت كيلو سكر أو رز هيكون بأرقام كبيرة جدا، خصوصا إن كيلو السكر وصل في فترة من الفترات لأكثر من 70 جنيه. الحلول اللي اخدتها الدولة لانهاء ازمة نقص الدولار في البنوك الوطنية، واللي كانت معاها انتهاء كابوس السوق السوداء في التجارة بالعملات في مصر، وبعدها بدأت الدولة الاصلاح الاقتصادي واللي تبعها الاصلاح الاداري، وده في الاسواق وتوفير السلع وبسعر مناسب لكل المواطنين. وحاليا اغلب السلع موجودة في الاسواق ومتوفرة وبسعر مناسب للمواطنين، ويقدر يشتريها في اي وقت. طيب ايه اللي عملته الدولة عشان تحل ازمة نقص السكر والرز في الاسواق؟ عشان نكون عارفين ان ازمة مصر من نقص السلع الغذائية واللي كان اهمهم السكر والرز واللي كانوا شبه مش موجودين تماما في السوق، خصوصا ان السوق المصري كان مليان حيتان لاحتكار السلع الغذائية، واللي خزنوا كميات كبيرة جدا من السلع واللي وفرتها الحكومة على مدار شهور طويلة، وعلشان يرجعوا يبيعوها باسعار اعلى من سعرها الحقيقي للمواطن، وده بهدف تحقيق مكاسب شخصية لكل واحد فيهم على حساب مواطن غلبان مش لاقي كيلو سكر او كيلو رز واحد. الخطوات اللي اخدتها الدولة لتوفير الدولار في البنوك قدام الموردين والتجار كانت اول واهم وافضل خطوة اخدتها الحكومة لضبط الاسعار، ومن هنا كانت بداية استقرار الاسواق، خصوصا ان التجار حاليا ما عندهمش ازمة في الدولار واللي محتاجينه علشان يستوردوا السلع الاساسية اللي يحتاجها السوق والمواطن. وفعلا الدولة نجحت في استيراد كميات كبيرة من السلع وخصوصا الرز والسكر، واللي قضوا على حالة تعطيش السوق، وحاليا السلعتين دول بالذات بقوا موجودين ومتوفرين قدام كل الناس. طيب اسعار الرز والسكر وصلت لكام دلوقتي في الاسواق؟ في الايام اللي فاتت الدولة استوردت 500,000 طن سكر وطرحته في الاسواق، واللي بسببها سعر الكيلو تراجع تماما وبقى موجود ومتوفر، وحاليا سعر الكيلو وصل ل 27 جنيه ومتاح في كل السلاسل التجارية والهايبرات وكل المحلات التجارية، وممكن لاي مواطن يدخل ياخد الكمية اللي هو عايزها. كان معاكم مصطفى ابراهيم من بنكير. بانكير نبض البنوك.